إلينا من فيرجينيا الأكاديمي والباحث في الشأن الأمريكي السيد عقيل عباس. أهلا بك سيد عباس، نتابع الموقف الأمريكي وكيف تطور في الساعات الأخيرة، وهناك ضغوط أمريكية حقيقية الآن على إسرائيل للذهاب إلى هدن إنسانية مؤقتة أو حتى لوقف لإطلاق النار. كيف تبلور هذا الموقف الأمريكي برأيك؟ شكرا على هذه الاستضافة. يعني لا أعتقد أن هذا الموقف تبلور سياسيا من داخل الإدارة، وإنما من خارجها بسبب الضغوط الشعبية، الضغوط الإعلامية، المشاهد التي يعني خرجت إلى الإعلام يعني بخصوص الكوارث الإنسانية التي تحصل في غزة. أيضا كان جزء من الإدارة الجزء الدبلوماسي وليس الجزء السياسي. الإدارة عادة تتشكل من الساسة الذين جاء بهم بايدن، يعني هؤلاء محترفو سياسة، مقابل أولئك الآخرون الذين في العادة يسمون career professionals، المهنيون في الإدارة الذين يشتغلون في المؤسسات، وهؤلاء لا يتغيرون في العادة بتغير الحزب السياسي الحاكم. هؤلاء هم أكثر دفعاً باتجاه اتخاذ موقف، لأنه يقلقهم ما يحدث. هناك إحساس أن إسرائيل تقترب من ارتكاب جرائم حرب. البعض قال أنها فعلا ارتكبت جرائم حرب، هناك جرائم ضد الإنسانية، وهناك اقتراب من الجريمة الأبشع على الأقل في الحديث، وهي المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية. طبعا لا نستطيع أن نحسم هذا، لأن هذا جدل معقد قانوني، لكنه واضح جدا أن الإدارة تتعرض إلى ضغوط لم تكن هذه الضغوط موجودة قبل 10 أيام. وهذه الضغوط في تصاعد. إسرائيل لحد الآن لم تستجب يعني رسائل الإدارة بخصوص تخفيض الخسائر المدنية بين الفلسطينيين. ربما الآن يعني الحزمة الأخيرة من لنقل الضغط الدبلوماسي من وراء الكواليس على إسرائيل، استخدام قنابل أصغر حجما، حساب الكلفة الإنسانية بإزاء الكلفة العسكرية، هل الهدف يستحق أو لا يستحق وما إليه. ربما إسرائيل ذاهبة نحو تغيير سلوكها، لأنها تشعر أنها إن استمرت على هذا السلوك ستفقد حليفها الأكبر والأهم، وهو الولايات المتحدة، وحين تفقده يعني ستفقد الكثير في هذه المواجهة. فالأشياء لا تمضي جيدا لصالح إسرائيل في الولايات المتحدة الآن. هل تعي الولايات المتحدة أن إسرائيل لم يكن لديها خطة واضحة منذ اليوم الأول للعدوان الذي شنته على غزة؟ يعني أعتقد ما قاله بايدن وآخرون كان ذاهبا بهذا الاتجاه، حدث مفاجئ وكبير وعليك أن تبتدع ردا، والرد سريع، وبالتالي سترتكب أخطاء. ولذلك في زيارته هو أكد كثيرا، لا ترتكبوا أخطاءنا، لا تجعلوا الغضب يهيمن عليكم، إلى آخره إلى آخره. في هذه الأثناء شكلت خطط إسرائيلية. هذه الخطط في البداية كانت إشكالية، تدخلت بها الولايات المتحدة ووقفت ضدها، مثلا فكرة الهجوم العسكري الواسع والكبير، هذه يعني عارضتها الولايات المتحدة، ثم ذهب إلى خطة أخرى. بمعنى الأشياء تتبدل بالساعات، لكن هناك إطار لخطة سياسية عسكرية تتعلق بتقوية حماس، هناك اتفاق عليها، إنهائها كحزب حاكم في قطاع غزة، الذهاب إلى حل سياسي، وهذا الحل السياسي يحتاج وجود الدول العربية، واستمرارها كجزء من هذه المبادرة الأوسع، عدم إغضابها، ثم الذهاب إلى ترتيبات غزة ما بعد حماس. هذه كلها باقية يستمر العمل عليها، لكنها تتعرض إلى خطر شديد يتعلق بقدرة إسرائيل على النجاح في تقويض حماس من دون خلق كارثة إنسانية، بحيث هذه الكارثة الإنسانية تقوض أو تنهي كل المساعي السلمية باتجاه الحل، حل الدولتين، بمعنى غضب عربي واسع، غضب فلسطيني واسع، امتداد الاحتجاج يعني من الغرب إلى مدن فلسطينية ومدن عربية، وبالتالي اضطرار إسرائيل مثلا إلى مواجهة محتجين في القدس في الضفة الغربية، وهذا ربما يدفع حزب الله إلى الدخول في المواجهة عسكريا يعني بعد أن تتغير الخارطة. هذه السيناريوهات مقلقة أمريكيا، ويتم التعاطي معها،
ولا حل سهل بإزاء هذه السيناريوهات. إسرائيل تحتاج أن تأخذ بنظر الاعتبار أنها ليست وحدها في العالم، وأنها لا يمكن أن تتصرف على أنها شخص مجروح، وبالتالي تخرق القوانين أو لا تبالي على الأقل بقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي. طيب، وبالتالي سيد عباس، في ظل هذه التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة، كيف يؤثر كل ذلك على مكانة الولايات المتحدة كدولة ديمقراطية في العالم؟ يعني أنا لا أعتقد أنه هذا الجدل يؤثر على معنى الولايات المتحدة كدولة ديمقراطية، وإنما يؤثر على معناها كدولة مؤثرة يقبل بها كوسيط غير منحاز عادة في هذا الصراع. الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تؤثر على إسرائيل، هذه حقيقة مفروغ منها، لا دولة أخرى تؤثر على إسرائيل وتضغط عليها وتدفعها باتجاهات لا تريدها إسرائيل إلا الولايات المتحدة. كلنا نتذكر فتح مسار السلام عبر مدريد، الولايات المتحدة هي التي أصرت على هذا، إيقاف الاستيطان في وقته الولايات المتحدة أصرت على هذا ومنعت إعطاء الأموال إلى إسرائيل، بمعنى هي لديها القدرة. أما سمعتها كدولة ديمقراطية، أنا لا أعتقد أنه هذا موضوع مهم أو يثار أمريكيا. الديمقراطيات فيها مظالم، الولايات المتحدة دولة ديمقراطية وفي وقت كان فيها تمييز عنصري ضد السود، هذا كان في بريطانيا في فرنسا، فهذه حزمة أسئلة مختلفة، لكنه سمعتها الدولية تتأثر بالذات بالشرق الأوسط وقدرتها على التأثير في هذا الملف تتأثر. كلنا نتذكر أن الولايات المتحدة قامت باجتياح العراق من أجل صناعة صورة جديدة، فسح مجال للديمقراطية ينتهي عبره ما يسمى بالعداء ضد الولايات المتحدة أو مناهضة الولايات المتحدة، واشتغلت عليها كثيرا إدارة الرئيس جورج بوش، يعني لم يتمخض عنها كثيرا، لكنه الآن في ظل هذه الظروف أنا أعتقد سمعة الولايات المتحدة والنظرة إليها يعني وصلت إلى أسوأ درجاتها بالذات في الشرق الأوسط. هل تستطيع الولايات المتحدة أن تخرج من هذا وتتجاوزه؟ نعم تستطيع، عبر أعمال أفعال على الأرض تفيد الفلسطينيين وتقود إلى حل الدولتين، لكن هذا غير مضمون. ما هو واضح الآن يعني هو خسائر فلسطينية مدنية كبيرة، وعلى يد حليف لأمريكا تستطيع أمريكا التأثير عليه. يعني كما ذكرت سيد عباس، ربما التأثير الأكبر هو كدور الولايات المتحدة كوسيط في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك كقوة مؤثرة على إسرائيل تحديدا. ماذا عن الداخل الأمريكي؟ كيف يؤثر ذلك على التحضير للانتخابات بعد عام من الآن؟ ما هي حسابات الرئيس بايدن في هذا الإطار؟ لحد الآن لا يبدو أن الحسابات الانتخابية تؤخذ بنظر الاعتبار في تقرير السياسات بخصوص يعني الأزمة في غزة وهجوم إسرائيل في غزة، لكن إذا طالت هذه المواجهة فهذه يمكن أن تؤثر على الحظوظ الانتخابية للرئيس بايدن، بمعنى يعني هناك العرب في الولايات المتحدة كثيرون يعني عبر ممثليهم قالوا للرئيس بايدن انك ستخسر صوتنا. التقى الرئيس بايدن بممثلي المسلمين في الولايات المتحده الصور قبل اسبوع وسمع منهم يعني كلاما ربما هو مزعج له لكنه فيه قدر من الحقيقه يحتاج ان يسمعه. ايضا في داخل الحزب الديمقراطي هناك تراجع في دعم الرئيس بايدن. الاحصاء الذي استطلاع الراي الذي اجري الصور يوم 26 نشرت نتائجه، تراجعت نسبه الدعم في داخل الحزب الديمقراطي له من 85 الى 75%. اخيرا وهذه انا اعتقد ينبغي ان ينتبه لها الشباب الحزب الديمقراطي، الجيل الجديد من الحزب الديمقراطي يميلون إلى دعمهم لفلسطين، هذه حقيقة معروفة يعني على مدى 18 سنوات الماضية، يعني في إطار وصول الناس إلى الحقائق عبر وسائل جديدة السوشيال ميديا وليس بالضرورة عبر المؤسسات الإعلامية ذات الخط التحريري الذي يمكن أن يسيطر عليه. العالم أصبح فعلا في جوانب كثيرة منه قرية كبيرة، والوصول إلى المعلومات أصبح متيسرا، ونحن بإزاء جيل قيمه إنسانوية أكثر بكثير مما هي قيم سياسية.
على الأقل في الولايات المتحدة، وهذا يؤثر لأنه حقيقة هناك يعني غضب يتصاعد في قواعد الحزب الديمقراطي بخصوص تعاطي الرئيس بايدن مع قضية فلسطين، نعم لأنها سيد قضية عباس. إنسانية.